طيب خلينا نتكلم على حاجه بقى عارفينها وتحت ايدينا وبتحصل عادي يعني تمام بكتير، والنهارده هيكون اخر مره تحصل في بالظبط. 2011، كسوف القمر. في ناس كتير جدا عارفاه وعارفه ايه فكرته، لكن كمان في ناس كتير جدا ممكن عايز تعرف عنه اكتر. كلمنا يا فندم على اهميه حدث تمام، النهارده. هو نشرح الخسوف بيحصل ازاي. واحنا في الحقيقة عندنا نموذج للخسوف زي ما احنا شايفين، معانا نموذج للشمس وهي الكرة الصفراء، وعندنا طبعا الارض، ولو الكاميرا تقدر تجيب والقمر مش الكرة اللي باين. بعد الارض هي في الحقيقة القمر. فدلوقتي الخسوف بيحدث في الحقيقة اذا يعني مر القمر بظل الارض. انا بحاول احرك، تمام جميل قوي شكرا. اوكي، ادي في الشمس، الحقيقه يعني الارض، بالظبط القمر. كده، زي ما حضرتك شايف، لو خليها بقى، خليها انا اخليها رجعها بقى تاني زي كده. ما حضرتك شايف الارض دلوقتي بتبقى ما بين القمر وما بين الشمس، اوكي تمام. تمام، ففي منطقه ظل زي بالظبط، وحضرتك بتعدي امام يعني مصدر ضوء، خلفك بيبقى في ظل. اذا عبر القمر في منطقه ظل الارض يحدث خسوف القمر. طيب، وايه اهميه هذه الظاهره؟ أهميته إيه بقى في الحقيقة؟ أول حاجة إن دي فرصة بناس تستثمرها لشرح المفاهيم العلمية بشكل عملي وتفاعلي لطلبة المدارس، لأن العلم أساسا لا يدرس بالكتب وبالقراءة فقط، أكتر منه إن هو تجارب. يجب أن يكون هناك مشاهدة، ويجب أن يكون هناك يعني تجارب عملية يمكن للإنسان إن هو تطبيقية. فعلا يعني يلمس يعني كيف تحدث هذه الظواهر. الجزء الثاني إن هو طبعا فرصة طبعا لتوصيل أو تنمية الثقافة والوعي العلمي للمجتمع. ده شيء هام قوي، لأن ده جزء إحنا موجودين يعني جزء من الكون. فهم الإنسان للظواهر الطبيعية بيخليه أكثر إدراكا وأكثر تمييزا بين الخرافة والأسطورة والعلم. في الحقيقة طبعا فرصة أخرى إن الإنسان بيعرف أهمية الكون لقيام حياة على كوكب الأرض. لا يمكن قيام حياة على كوكب الأرض بمعزل عن المحيط اللي احنا موجودين فيه. القمر في الحقيقة ليس هو أيضا يعني جرم كوني ينير في الليل، والشعراء بيكتبوا شعر يعني لما بيشوف القمر. بدون القمر الحياة على الأرض كان يبقى شكلها مختلف تماما. القمر في الحقيقة الحدث اللي أنشأه لما كانت الأرض عمرها 10 مليون عام، هو اللي خلى الأرض تميل حوالين المحور ب 23 درجة. ال 23 ونص درجة دي في الحقيقة هي اللي أوجدت الفصول الأربعة. بدون الحدث اللي أوجد القمر، وهو ارتطام كويكب في حجم كوكب المريخ بكوكب الأرض، جعل الأرض تميل حوالين المحور زي ما احنا شايفين، نخلي فعلا الميل كده. فده اللي أوجد الفصول الأربعة. بدون ده يبقى عندك فصل واحد في كل مكان في الأرض. تخيل في القاهرة عندك درجة حرارة واحدة 12 شهر. تنوع ويعني ده يحصل في كل تغير حاجة أشكال طبعا. الحياة، وجود يعني نباتات و في الحقيقة بيعتمد على الفصول الأربعة. ميل الأرض حوالين محور مائل هيخلي هذا الدوران دوران مضطرب، فجاذبية القمر بتحفظ الدوران الهادئ للأرض. القمر برضو ليه دور تاني، وهو إن التصادم اللي أوجد القمر في الحقيقة كان من الشدة، إن هو وصل إلى طبقات يعني عميقة جدا من الأرض، خلى المعادن اللي هي كانت موجودة في باطن الأرض تبقى في متناول استخراجها للإنسان، من ناحية إنها بقت يعني قريبة من قشرة الأرض. تخيل حضارة الإنسان تعتمد على الخشب وعلى الورق. المعادن في الحقيقة يعني اقترابها من سطح الأرض يعني جه نتيجة اصطدام الكويكب الذي أنشأ القمر لما كانت الأرض عمرها 10 مليون عام. ففي الحقيقة هو بيقوم بدور هام جدا للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض. يعني خليني نقول برضو إن هو يعني فرصة لوجود ترفيه علمي، وفرصة لوجود مسابقات علمية من طلبة المدارس. كمان في حدث اليوم مهم جدا، المرصد الفلكي بينظم، وبرنامج الثقافة والتوعية العلمية بكلية علوم الهندسة الجامعة الأمريكية بينظم احتفالية بهذا الموضوع، فاشرح لنا أكثر برضه. يعني احنا طبعا زي ما بنشوف في الحقيقة الدول التي يعني تقدر العلم الآن بتقدر العلم وهي في يعني رقب الحضارة، هي في الحقيقة الدول اللي مش بس بتنفق كتير على البحث العلمي، لا، ده اللي فيه تواصل ما بين المجتمع وما بين العلوم. فإحنا بنحاول طبعا يعني ننشئ مثل هذه الألفة ومثل هذه الحالة
من الحب والشغف والقبول يعني للعلم من خلال استغلال هذه الظواهر. إننا بنعمل احتفالية مفتوحة للجمهور يرى الأسرة المصرية بترى هذا الخسوف، ممكن نشوفه بالعين، ممكن نشوفه من خلال التلسكوبات. فده في الحقيقة بيبقى يعني حافز لوجود زي ما احنا قلنا ترفيه علمي، يعني يرفع من قدر العلم لدى المجتمع، بينمي تنمية يعني حب العلم والمعرفة للأطفال في سن صغيرة. وهيبقى في مسابقة في الحقيقة ما بين طلبة المدارس والجامعات، يعني كل جامعة وكل مدرسة هيبقى ليها فريق باسم هذا المكان، حساب المسافة بين الأرض والقمر بأسلوب جديد ومبتكر. يعني طبعا وجد يعني طرق كثيرة لحساب المسافة بين الأرض والقمر. احنا اليوم في الحقيقة هنعمل تجربة لأول مرة بنعملها في مصر، وهي قياس هذه المسافة عن طريق صدى الصوت. لما رواد الفضاء نزلوا على القمر كان في اتصالات بينهم وبين محطة متابعة يعني هبوط الإنسان على القمر. وجد الإنسان إن في صدى في الصوت في الحقيقة. من خلال هذا الصدى في الصوت ده معناه إن الصوت راح من القمر إلى الأرض ثم رجع مرة أخرى. إنك تعرف الفرق ده قد إيه في الزمن، وإنك تعرف يعني سرعة الضوء، تقدر بكل سهولة يعني في الحقيقة يعني تحسب المسافة ما بين الأرض والقمر. فده يعني أسلوب جديد كان يعني إن الإنسان قدر أو إن أول حد يعني قدر يعني يتوصل لهذا الاكتشاف كان عنده من يعني قوة الملاحظة إن هو يطلع يعني معلومة بسيطة جدا تقدر تحسب صدى الصوت خد وقت قد إيه عشان تسمعه، وبمعرفة مسافة سرعة الضوء تقدر فعلا تحسب المسافة ما بين الأرض والقمر. وبرضو إحنا طبعا زي ما إحنا قلنا إن هذه الأنشطة بتخلي الإنسان يقدر يميز ما بين الأسطورة والخرافة وما بين العلم. أكيد الهبوط على القمر أكتر المواضيع اللي الناس الوقت بتقول ده حدث ولا لم يحدث، وهل هو يعني شيء وكالة ناسا يعني ضحكت علينا وصورت الموضوع ده في الصحراء. أكيد وده شيء يعني لا بس يعني إعلاني. ده بقى الثيريز ونظرية المؤامرة ويعني جميل، دي برضو موجودة كتير قوي مش بس في مصر، في بالزبط. أوروبا احنا بقى هنعرض اليوم أيضا تجربة عملية. خلينا نشوفها بقى التجربة دي، خلي الصور يا ريت والله احنا هي بقى بص على الشاشة ونشوف الصور ديت. ده إثبات لأن ده ما كانش حاجة، ما كانش استوديو يعني بالزبط. كان هو طبعا بجد يعني. هي دي أول صورة بتوضح كيف يحدث خسوف القمر. زي ما احنا شفنا القمر بيعبر من خلال منطقة ظل الأرض لما يبقى القمر والشمس والأرض على استقامة واحدة. ممكن ناخد الصورة اللي بعدها. دي يعني القمر أثناء أحد مراحل الخسوف بيبدو بلون أحمر، وده نتيجة مرور أشعة الشمس بغلاف الكرة الأرضية. وهل ده هيتشاف بالعين المجردة يعني النهاردة في ساعة خسوف القمر هيبقى لونه بالظبط كده طبيعي. نقدر نشوفه من بعد الغروب حوالي الساعة 5 بالعين المجردة لحد الساعة 6:18 دقيقة. هنشوف ايه بقى؟ هيبقى في جهة الشرق. أول حاجة لازم نبص في جهة الشرق، والقمر هيبقى بس 10 درجات فوق الأفق. مش هيبقى مرتفع في السماء، لكن هيبقى فاحنا محتاجين منطقة مفتوحة. ده أحد الصور للخسوف الماضي. ولو نشوف بقية الصور، آخر خسوف كان امتى يا فندم؟ ده كان في 15 يونيو الماضي. وده تاني خسوف في العام 2012، لا يوجد فيها إلا خسوف واحد فقط، 28 نوفمبر. أوكي. خسوف للقمر وما فيش، بتختلف من عام لآخر بالظبط وما فيش خسوف للشمس. اولا دوت هو الخسوف اللي احنا هنشوفه من الارض من مصر. لكن توجد خسوفات اخرى من اماكن اخرى نتيجه يعني وضع المدينه اللي احنا موجودين فيها عشان زاويه الرؤيه. خلينا اقول ان احنا هنشوف اليوم عرض برضو مساء، ودي طبعا دعوة لكل افراد الاسرة والمجتمع ان هم يشاركوا في هذا الايفنت ويشوفوا يعني الخسوف فيه. بالتلسكوب ده في التجمع الخامس في مقر الجامعة الامريكية بالقاهرة. وهل ده مفتوح لكل الناس؟ مفتوح للجمهور بدون مقابل، وده احد الانشطة بتاعت زي ما احنا قلنا برنامج التوعية والثقافة العلمية. هيشوفوا الان ان وضع الانسان مرآة على سطح القمر، يمكن إرسال شعاع ليزر من الأرض تنعكس هذه المرآة أو ينعكس هذا الشعاع من على المرآة
يعني يرتد إلينا بمحسبة بحساب فرق الوقت، يمكن أن تحسب المسافة أيضا بين الأرض والقمر. وجود مراية على القمر دليل أن الإنسان هبط ووضع يعني شيء صنعه يعني ترسيخ هذا الاكتشاف الهام جدا. يبقى ده الإثبات اللي بيقول أن ده ما كانش استوديو في هوليوود، ده كان بجد. انت يعني وضعت مرايه تقدر يعني ترسل شعاع ليزر يرتد، وبمحسب بحساب الفرق بين الارسال والاستقبال يمكن ان تحسب المسافه بين الارض والقمر. دي دعوه مفتوحه لكل مشاهدينا النهارده في القاهره في الجامعه الامريكيه بالقاهره في التجمع الخامس، المقر الجديد مش في التحرير، المقر الجديد. الساعه كام الايفنت؟ الساعه 5 يبدا، الساعه 5 لحد 8، لحد 8 الدخول من بوابه 4 بالظبط كده، هتشوفوا بالتلسكوب بعين مجرده. اعتقد ايفنت مهم جدا او حدث لطيف جدا جدا. النهارده السبت يعني اجازه ما فيش حاجه، يعني في مواصلات بتروح لحد هناك، اعتقد انها حاجه ظريفه جدا وتغيير وللاولاد الاطفال الصغيرين هتكون حاجه اعتقد مشيقه جدا جدا ومفيده جدا. اتوبيس من محطه مترو الزهراء هايل ينقل الناس ويرجعهم ان شاء الله. طب هايل حلو قوي اهو. طيب اعتقد ان كان موضوع مثير وشيق جدا، وادينا عرفنا ان في كيبلر بعد 5000 الف سنه ممكن توأم من الارض حد يروح يعني يديله طول العمر ان شاء الله. دكتور علاء ابراهيم استاذ فيزياء الفضاء بجامعه امريكيه وباحث سابق في وكاله ناسا، بنشكرك شكرا جزيلا على المعلومات الشيقه دي. طيب حلو الفصلان ده شويه من السياسه ومن الكلام الثقيل، لكن هنرجع تاني نتكلم عن حاجه مهمه جدا الحقيقه. زي ما قلنا في المقدمه كان في كلام كتير جدا عن التيارات الدينيه اللي يمكن مش كلنا كان عندنا خلفيه واسعه بيها، هنتكلم النهارده عن الشيعه. خليكم معانا.